الهجمات تقل شويه، المحافظه على الدفاع اكتر. الداخليه طبعا انتفضت عشان ملعبها وكسبنا الماتش اللي فات 3، وخبراتهم اكتر من نجوم المستقبل بكتير طبعا في الدوري. حسام باولو اللي هو انا بقول ظاهره، صحيح ظاهره يعني. طب هاخد منك رأي حسام باولو عشان معانا تليفون مهم جدا. معانا طبعا المدير الفني لنجوم اف سي كابتن احمد سامي. مساء الفل والف الف مبروك. ده كابتن زايد وحشني جدا والله. وانت كمان تحيات كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي ليك. كابتن شريف طبعا مرني وانا صغير جدا، وكان ما يعني كابتن شريف ما اعرفش ما كملش بالتدريب ليه. انا اكاديميات ابو كباتن. انت بجد دي معلومه جديده دي بجد؟ انا استاذ اكاديميات، انا مش انما كان ليا شرف طبعا لو انت كنت معايا. والله العظيم يبقى احنا فكر واحد بقى ابو كباتن. بس مراني فتره صغيره عشان كده بقى تألقت. الحمد لله مبروك يا كابتن. وسلم على كابتن، الله يبارك فيك، وسلم على كابتن ابراهيم طبعا، كابتن اسامه طبعا، كابتن الله يخليك. مبروك يا احمد وبالتوفيق ان شاء الله. بص انا مقتنع تماما يعني. انا الواحد ممكن يبقى عنده رؤيه شويه او من خلال كمان قربه كابتن في الملعب، يعني ممكن تبقى بتتفرج على فرقه وهي بتلعبك وتشوف امكانيات المدير الفني وهو بيلعبك، بتشوف الوقفه بتاعته. انا بتفرق معايا جدا الصوت، التوجيه، التدخلات في بعض الاوقات بتفرق معايا جدا. حتى وانا قاعد بره ولا حاجه او بتفرج على التلفزيون بشوف صفات مدرب. طبعا الكاتشانه حاجه مهمه جدا وطريقه اللعب حاجه هايله وكل حاجه، لكن في بعض الاوقات تدخلات في اوقات معينه من رده فعل، من توجيه، من نظام فرقه سواء كانت كسبانه او خسرانه او متعادله. فانا كل ده من خلال السنه اللي فاتت والاحتكاك القريب اللي ما بيني وما بين احمد سامي يخليني اقول بمنتهى الصراحه والله بدون اي مجامله، انت واحد من الناس اللي هي لو ربنا وفقك وخدت فرقه عندها قدرات وامكانيات اعتقد المكانه هتبقى مختلفه خالص يا كابتن احمد. ربنا يخليك على الكلام الحلو ده يا سيد الله. بس انا خلي بالك انا حته التنظيم مهمه جدا والانضباط خارج الملعب عشان اللعيب ينفذ التكتيك بتاعك ويبقى ملتزم جوه الملعب. حته الانضباط دي اللي انا اشتغلت عليها الفتره اللي فاتت خارج الملعب وعلاقات اللعيبه ببعضها، عشان ده بينعكس كل ما بتحب زميله وكل ما انا احب اجي التمرين ويلاقي حاجات جديده في التمرين ويلاقي محاضرات، كل ده بتستوعب اللعيب، يستوعب اللعيب الكلام اللي بقوله، وحتى لو نفذ 30 40% من الكلام من التكتيك اللي انا بقوله في الملعب ببقى انا كسبان، خصوصا ان هم لعيبه اغلبيتهم 97 صغيرين. فحته الالتزام والانضباط والدوري الممتاز ده قصه تانية مختلفه. فانا حاولت بمسافه قصيره ان انا ادخلهم شويه. طبعا مش هينفع ان انا اشتغل بنفس الريتم طول الماتش لان انا برضو جاي قبلها باسبوع او 10 ايام. طبيعي جدا ان انا ارجع وصفت لهم في بدايه الماتش ان انا عايز اكسب، مش الموضوع كله ان انا عايز اطلع بشكل حلو وادافع كويس والعب على جون ولا العب زي ما تيجي او العب على بونت. لا انا حسستهم حتى من التشكيل في بدايه الماتش عملت كده. الشوط الثاني طبيعي جدا ان الفرقه دي تخاف زي ما الكابتن اسامه عرابي بيقول، تخاف وترجع طبيعي. بس حتى لما جه في الجون انا ما انت ساعات انت مهما اللعيب تقعد تزعق له من بره وتكلمه من بره مش هيستجيب لان هو خلاص جوه العمليات. صحيح. انا حاولت ان انا راس حربه زياده في تغييره تبين للعيب جوه ان انا عايز اكسب اللي هو التاني. ده مصطفى السيد ده واحد ده نزل في الدقيقه 80 جاب الجول في الدقيقه 82، ودي برده من المكافآت الربانيه يعني الحاجه اللي هي بتبقى للمدرب. اتفضل. كله بتاع ربنا يعني، بس انت اجتهد واشتغل وربنا يعني كل حاجه بالاسباب. يعني اما ربنا هناخدها بالاسباب. بس انا حاولت اوصل لهم رساله ان انا مش هنزل ديفندر ولا انزل سيرت باك ثالث، لا ده انا عايز اكسب لغايه الدقيقه 80 فبنزل لك راس حرب، ببعت لهم رساله يعني. طيب خليني اقول لك كمان على حاجه طبعا ويمكن في رده فعل او صده هي الاحسن في الاسبوع ده تقريبا يعني بتاعت احمد سعد في الدقيقه تقريبا 91 او 92، رده فعل عالميه، رده فعل عالميه. احمد سعد لعيب خبره ولعيب مهم جدا في الفرقه وجون كويس طبعا، هو كبير في السن جدا بس انا كنت عايز لان برضه انا عندي غايب صلاح امين وفتح الله، دول الخبرات اللي موجودين في الفرقه. دي اصابات ولا فيهم حاجه فنيه؟ يعني صلاح امين اصابه. صلاح قبل ما يجي انكر رجله في ماتش من الماتشات حد داس عليه فعمل له حاجه في وش رجله. حاولت معنويا انا لعبه ماتش الانتاج برده ما اداش، فانا حاولت اريحه الماتش ده وفتح الله 3 انذارات. يعني ايقاف، فتح الله ايقاف.
برضه بالمناسبه يعني كابتن ابراهيم عبد الصمد موجود مع حضرتك، يعني انا يعني بتفرج على الشغل في الناشئين، عندهم كنز بصراحه تحته، كابتن ابراهيم عامل شغل كويس. اه طبعا كنز، لعيبه كويسه جدا تحته طبعا. ربنا يكرمك. طيب اهم حاجه، اهم حاجه استقرار الفرقه، وانت كمان اكيد هتتكلم مع الاداره، يعني دي وجهه نظركم وده قراركم في الاخر، لكن من وجهه نظر برضو محللين او متابعين الفرقه محتاجه تدعيم، مفيش كلام يعني. بص يا كابتن، على قد امكانيات النادي، لو في اصل انت خلي بالك في شهر يناير وانت عارف الكلام ده، انت بيتعرض عليك، انت ما بتختارش، انت بيتعرض عليك اجباري، اللعيب ده فلان فاضي، اللعيب ده فلان فاضي، ممكن تبقى اللعيب ده ما تستفادش منه، ممكن ما يلعبش، ما بيلعبش بقاله 6 شهور 7 شهور، فانت برضه انت عايز حد يلحقك، مش عايز حد لسه هتطور ولسه تعمل، انا عايز واحد يجي ينقل على طول، فاهمني؟ اوكي كابتن احمد سامي، كل التوفيق ليك ان شاء الله الرحمن في خطوتك اللي جايه او في مشوارك في الدوري، شكرا جزيلا ليك. اتفضل يا كابتن اسامه. انتوا اتكلمتوا على احمد سعد فعلا النهارده.